أعلنت وزارة الاتصالات تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك بسبب خطورته على النسيج المجتمعي العراقي. وقالت وزيرة الاتصالات في مؤتمر صحفي أن التطبيق ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي ولا يحتوي على فائدة عملية وتعليمية. نعم، أنا قدمت طلب لمجلس الوزراء بحجب التيك توك، وأتمنى أن إن شاء الله يناقش بأقرب جلسة ممكنة بحجب التيك توك. في الحقيقة التيك توك ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي، وهو ما به فائدة علمية أو تعليمية أو فد آلية معينة للتواصل، يعني مجرد للترفيه والترويج والنشر. يعني خلينا نقول اذا انحجب ما راح يرتب ضرر معين على مؤسسه او على يعني يتعطل منصه تعليميه او اي شيء. لكن القرار حجب التيك توك مو قرار وزاره الاتصالات، يجب ان يصدر من البرلمان او من الحكومه حسب ما يرتئي مجلس الوزراء ان شاء الله ويقرره. حقيقه كثير من الدول حجبت التيك توك، وعلى راسها مؤخرا الكونغرس الامريكي اصدر قرار بحجب التيك توك اضافه لكندا اضافه لدول اخرى. فهو قرار يجب ان يتبناه في تقدير المتواضع يتبناه ممثلي الشعب، وضرر كبير. وأنا يعني يسهل علينا حجبه، يعني فنيا ما عندي إشكال في حجبه، بس أحتاج قرار من جهة عليا تبلغني بحجب التيك توك وأنا أحجبه.